ساعه صدر بن موسى اليوم كان من المفترض انك مش تكون انت ورمزي بلتيبي في منوعه لباس نتاع قناه التونسيه. اللي صار كانت لازم تفهمنا بالضبط، خاصة أنه رمزي معناتها كان يتأهب معناتها أنه مش يمشي يشارك في الحصة هذه، إلا أنه في آخر لحظة ما مشيش. كانت تفسر لنا شنو هي الحيثيات اللي خلاتك أنت ورمزي بلتيبي ما تكونوش متواجدين في الحصة هذه؟ أنا يعني بالأمس اتصلت بي قناة تونسية، يعني نسيت الاسم متاحة توا، اتصلت بي وأنا في قاعة جلسة على أساس مش نحضر معهم اليوم في الساعة الخامسة مساء الرابعة باش نحضر نتصور معهم. قالت لي سألتها أنا خاطر على أساس لازم نعرف شكون باش يحضر معايا وشنو الموضوع. قالت لي راه موضوع على المحكمة العسكرية باش يحضر معايا. قالت لي سي رمزي طيب ويعني قاضي من المحكمة العسكرية. قلت لها ما فماش مشكل، أنا احنا في العائلة المديرة ننتهج ديمقراطية على أساس يحضر كل حد، وعديد الأوقات نبعث يعني أعضاء هاي المديرة، ولكن هذا باعتبار موضوع هام. يعني أنا حضرت في المحكمة العسكرية في مرافعاتي وتابعت القضايا كلها نيابة عن الرابط، ولهذا قبلت كلمت 11 ونص قلت لها موافق. قالت لي به مع ماضي ثلاثة تقريبا، يعني سألت عملت عندها تليفوني كلمتها قلت لها التونسية قالت قلت لها ما هو اللي اتصلت بي البارح. قالت لي خسارة ومش نتصلوا بيك رغم ان اتفقنا مش جيني ثلاثة واربعة امام في تونس، وعطيتها الموعد المكان. فات ما ثلاثة كلمتها قالت لي لا خسارة وما كلمناكش ورو ألغي تأجل البرنامج وألغي. رتحتوني ماذا بيا نحضر وكله، ولكن جاتني فكرة أني أنا رمزي كلمته بالهاتف قال لي لا سيارة السنة فيها. يعني اتفاجأت، يعني مش معقول التصرف كيما هكا، وفي اعتقادي يحبوا يغيبوا طرف الرابطة لأنه موقفنا احنا نبنى على عائلة الشهداء والجرحى، ونقدونا يعرف زملائي نقدونا بعض المحامين اللي نبوا على المتهمين على أساس احنا نبنى بتوكيل، ثم الرابطة وقت نبنى بتوكيل لفئة المتهمين وفئة الشهداء وفئة المتضررين والجرحى، نحبوا محاكمة عادلة، حبينا نوضحوا هذا اليوم. فتفاجأت كيف اعطيت الكلام هذا الرمزي وضحت له، كان موقفه معنا انا خيرته قلت له يمشي ما يمشيش، كان موقفه ايضا ما يمشيش. نعرفوا اللي القناه الوطنيه كانت استدعت رمزي في مرحله اولى ثم صحيح. متحدث باسم المؤسسه العسكريه في مرحله ثانيه في اطار حق الرد وفتحت له المجال على اساس انه يرد. اليوم في منوعه لباس تم معناتها استدعاء نفس الطرف عن المؤسسه العسكريه وتم استدعاء رمزي بلتيبي وسيادتك في مرحله ثالثه. هل يمكن اعتبار انه خاصة الانتقادات اللي توجه بها الممثل عن المؤسسة العسكرية واللي هي تخص خاصة المجال القانوني بصفة خاصة كانت نجم تكون اوضح للرأي العام اليوم بتواجدك انت في نفس الحصة هذه عندما يلتقي ثلاث اطراف، يعني الطرف عن المحكمة العسكرية رمزي بلتيبي المعني الاول باضراب الجوع وبالقضية هذه وسيادتك انت على الرابطة معناها لتقديم الاجابات الشافية والضافية فيما يتعلق بالتعليقات اللي صدرت على المؤسسة العسكرية. صحيح، انا باعتقادي اول مكوني رئيس رابطة، ثانيا محامي النوب، وعملنا تقارير انه مجموعة المحامين وبينا الاخلالات اللي متواجدة في القضية هذه وبينا كيف اني مش محاكمة عادلة وبينا انه معناها يعني انا راه تو القناصه اشاعه احنا مارسناه، قناصه ما لقيناهمش مش موجودين يعني اما بالقانون عنا، يعني المحكمه العسكريه بقوتها ولم تستطع اخذ المعطيات اللازمه لكشف الحقيقه، يعني هي محاكمه لم تكشف الحقيقه اولا المرسوم كيفاش ما طبقش وكيفاش، ثانيا بالاجراءات اللي تبعت، ثالثا الطلبات اللي قدمها لسان الدفاع ولم تنفذ، كل هذا كنا نجم بينوه وكان ربما يكون عنده تأثير على الرأي العام. سعب ستار بن موسى باش نختم، هي حصة لباس يتم تسجيلها يوم الجمعة وعادة على ما أظن يوم الخميس ويتم عرضها على الشاشة التونسية يوم السبت.
يعني نتوقعوا انه حصل لاباس مش يكون فيها طرف وحيد اللي مثل المؤسسه العسكريه بحكم انكم الزوز ما كنتوش متواجدين. باش نحاولوا نستبقوا شويه تفاعل الراي العام بما يمكن ان يعبر عنه فيما بعد انه خوف من المواجهه او معناتها قد يسوق على انه خوف من المواجهه، هذاك علاش رمزي بطيب ما كانش موجود. سيادتك من جهتك كيفاش تنظر للامر هذا وشنو هو تعليقك على مثل هذه الاتهامات التي قد توجه الى رمزي بطيب على اثر عرض هذه الحصه؟ يعني في اعتقادي وجيه باعتبار انه هو في حاجه الى لسان دفاع باش يبين رمزي مناضل، لكن من الناحيه القانونيه يمكن مش يجيبوا له رجل قانون، مش يجيبوا له نيابه، وهو كانه في قفص الاتهام الان ولو مناضل ويدافع على القضيه، واحنا تبنينا المطالب نتاعو حرموه من الدفاع. فاعتقادي هنا كان الراي الوحيد الموجود في البرنامج هذا راي مخالف لم يكن موجودا، بالعكس كنا نجم نتناقش وكنا نجم نقنع بعضنا ويبقى المجال للمواطن للمتفرج وللمواطن بصفة عامة باش يقيم هذا، أما ما تبداش عنده وجهة نظر وحيدة، لأن وجهة نظر متاع اللي حضر ربما ما نعرفوش شكون أنا، أما مش تكون وجهة نظر معينة، وجهة نظر المحكمة. والحال احنا كإنسان دفاع عندنا برشا الانتقادات للبناءة، ما نحبوش نقولوا احنا اللي موجهة القاضي المحكمة العسكرية قامت بمجهودات، ولكن رغم المجهودات هذيك لم تكشف الحقيقة، باعتبار أن الإدارة ووزارات لم تمكنها من المعطيات اللازمة لكشف الحقيقة.